لدى استقبال سموه لوزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء أن الطفرات والقفزات التنموية المتسارعة التي تحققت في دول المجلس بتوجيهات قادتها وجهود حكوماتها قد لفتت أنظار العالم بتميزها وحظيت بالإطراء والتقدير عالميا. واستدرك سموه القول بأن هذه الطفرات بقدر لفتها لأنظار العالم إلا أنها قد أسالت في نفس الوقت لعاب الطامعين وزادت من حقد الحاقدين، وهي مخاطر تتطلب التعاون من أجل الحفاظ على ديمومة المنجزات، مشددا سموه على أن الاتحاد الخليجي يبقى في النهاية هو الضمانة على اعتبار أن المصلحة الخليجية في وحدة دولها وشعوبها، وأن كل يوم يمر يزيد من التحديات، ويؤكد الحاجة إلى تفعيل مبادرة خادم الحرمين الشريفين بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس بمناسبة انعقاد الاجتماع 17 لوزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون، حيث نقلوا إلى سموه تحيات قادة ورؤساء حكومات دول المجلس وتمنياتهم لمملكة البحرين بالمزيد من التقدم والازدهار. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن كل جهد يسمو بالتعاون الخليجي يجب أن يجد طريقه من الدعم الحكومي، فلم يعد التكامل اليوم في ظل الاضطراب العالمي وبخاصة في المنطقة خيارا من ضمن خيارات متعددة، بل أصبح حتميا، وأن التحديات الإقليمية والعالمية التي واجهتها عملية التنمية في دول مجلس التعاون لا يمكن مواجهتها بشكل فردي، بل تتطلب عملا جماعيا. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة أن يكون قطاع النقل والمواصلات الخليجي داعما للتقارب والتواصل الاقتصادي والاجتماعي، منوها سموه بقرار قادة دول مجلس التعاون بإنشاء سكة حديد دول مجلس التعاون الذي سيشكل فور العمل به دفعا قويا للتعاون الخليجي في المجالات التجارية والاقتصادية والسياحية والاجتماعية. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أهمية إثراء التعاون الخليجي المشترك بتفعيل قنواته ليكون دائما على مستوى التحدي، وتمنى سموه أن يخرج اجتماع وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس بقرارات وتوصيات تضيف لبنة جديدة لصرح التعاون الخليجي. من جانبهم أثنى وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون على رؤى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء نحو توثيق آفاق التعاون الخليجي وزيادة دوران عجلته، مشيدين بما تفضل به سموه من توجيهات حكيمة تدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.